الحديث عن سياق الحسم العسكري ربما يرتبط بالدعوة التي وجهتها بريطانيا، وينتظر أن تعقد الليلة جلسة في مجلس الأمن لمناقشة كل هذه التداعيات وأيضا تأثيرها على الجانب الإنساني. وواضح أن مجتمع العمل الإنساني لجانب الأمم المتحدة سيجددون الدعوة إلى استئناف المشاورات التي كانت أخفقت 3 سبتمبر الجاري، وبالتالي لا يوجد ترحيب ربما بالحسم العسكري في الساحل الغربي لليمن بقدر ما يوجد الدفع باتجاه أن تتجدد هذه المشاورات بين المتحاربين بما يفضي إلى اتفاقية السلام. وعلى أرض الواقع لم يحدث هناك حتى الآن أي حسم في تلك المنطقة التي تجددت فيها الاشتباكات بذراوة خلال الأيام الماضية ابتداء من الاثنين الماضي، لكن المعلومات تتحدث على أن القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية تقدمت ربما قليلا إلى الخط الرئيسي والاستراتيجي الرابط بين محافظة الحديدة وعدد محافظات بينها العاصمة صنعاء في المنطقة المسمى بكيلو 16، لكن لم ربما تكون هناك سيطرة حاسمة، فقد تكون أقرب إلى معارك ما تزال مستمرة بين المتحاربين. الحوثيون ما زالوا يدافعون باستماتة، لكنهم الطرف الأضعف في هذه الاشتباكات التي تدعمها قوات التحالف من البر من الجوي والبحر أيضا. هناك نعم، هل من مقترحات من قبل الأمم المتحدة غريفيس تحديدا ربما تؤدي إلى وقف الأزمة أو عدم استئناف هذه المعركة في الوقت الراهن؟ هل هناك أي مقترحات جديدة من الأمم المتحدة؟ نعم، هناك تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة دعا فيها إلى العودة مجددا إلى المشاورات، والمشاورات مستمرة من حيث المبدأ يجريها المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيس من خلال زيارته الأخيرة لكل من مسقط وصنعاء والرياض، وسيلتقي قريبا الرئيس هادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ربما تكون واحدة من أهداف هذه الحملة العسكرية هي الضغط على الحوثيين لكي يعودوا مؤخرا إلى مجددا إلى طاولة المفاوضات. شكرا جزيلا لك نشوان العثماني مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية، كنت معنا من عدن.